سلام يا البنات، شو راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم ما دخلناش الكوزينه كامل بكري، رانا نجي اليوم من نومن. كان جاب لي الميسيو هاد الحوت، كنت نقيته وغسلته من الداخل كما راكم تشوفوا. كنا تشهيناه ان شاء الله، راح نديروا واحد الفطور. كنت درت له الدرسه تاعو، راهي درتها في هذه الاله هاي ليكم. حطيت حبه طماطم صغيره ودبشه وسينا تاعتهم، قال لي غير نزيد لها التوابل. وهنا من جهه رانا نديروا في الكغاطا، لا كوزين تاع الراجل تاع هي اللي راهي دير فيها. قصص الطماطم هنا بتقليها، وهذه جريوات البيضه نجان ثاني رانا نقليو فيها. والبطاطا سيبون كنا قليناها، بقات لنا غير لا بيشامال بوك، دوك نزيدو نوجدوها باه نكملو ان شاء الله الكغاطا تاعنا. فوالا كيما قلت لكم، هادو هما التحضيرات تاعنا الاولين. بقاو معايا باه تكملو لا سويت تاع لا فيديو. الوغ هنا البنات، كنت الوقت راهو يداهم فينا، ما عمريش على قداها نخلصو الفطور تاع اليوم. درت الدرسه كيما راكم شفتوها، كملت حطيت لها لي زيبيس. اول حاجه واش حطيت؟ الملح، كميه مليحه تاع الكمون كما تعرفوا الحوت يحب الكمون، فلفل الكحل، توابل تاع اللحوم والدواجن البيضاء، فلفل الاحمر، ثوم ملحيه، واش ثاني؟ وشويه من راس الحانوت. فوالا هادو هما لي زيبيس اللي كنت حطيتهم كامل في هاد الدرسه. دوكا راح نعمر بهم الحوتات نتاعي، وان شاء الله راح نديرهم في الفرينه. الفرينه نحط لها شويه فلفل الكحل وشويه كمون ونقليهم عادي نغمه، راح نقليهم مانيش حنديرهم في الفرن. الوغ انا المكونات تاع الكغاطا تاعنا بكل طاب ووجدوا لا بيشامل خدمنا كما راكم تشوفوا. كنت خدمت هذه معكم من قبل في القناه، راني قاعده نبارطاجي معكم غير شوي شوي. فوالا كما شفتوا، صبينا دوكا لا بيشامل فوق الكغاطا تاعنا، زدنا ضفنا لها سكالوب كان ديجا كاين تاع البارح اللي كنا درناه في لي باركات. فوالا دوكا نزيدو نديرو لها عظمه من الفوق باك نخبطوها ونحطوها من الفوق جوست باه تحمر لي الوجه، باسكو ما عندناش فرماج غابي. كون جا فرماج غابي كون حطيناه هو من الفوق. هنايا كنا حطينا العظمه كيما شفتو، خبطناها ووحدها ضفناها من الفوق هكا، يعني جوست باه تحمر لنا الوجه تاع الكغاطا تاعنا. دركا ندخلوها للفرن. دوك ندور باه نعمر الحوت نتاعي بالتتبيله اللي كنت وجدتها له، ومن بعد نخليكم ان شاء الله تشوفوا كل شيء معنا في طاوله الافطار. صح فطوركم يا البنات، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. كانت هذه هي طاوله الافطار تاعنا تاع اليوم، هذه الكغاطا اللي كنا درناها على بالكم تال ما كنا مزروبين وجري من نسينا عليها، وانا الفور تاعي حرق في الوسط. شوفوا كيفاش تحرقت، غاضتني مي فريمون. الريحه تاعها راهي طالعه باينه باللي جات تشهي مع هذيك. عمرتها هذيك لاصوص بيشامل، عمرتها بهذاك الفرماج تاع ساندويتش، خي تعرفوا هو مليح. يجي تلقى روحو هكا باينه راهي طوب. والبوراك الميسيو كنت درت له هنايا بوراك سبيسيال تاع العظمه كيما راكم تشوفوا فيها. وحنا انا ولا كوزين تاعو درنا بوراك عادي نورمال سيكار. وهذا الحوت اللي كنت قليته كيما قلت لكم، قبل ما نقليه حطيته في الفرينه وخلط لها شويه شابليغ وملح وفلفل الكحل وشويه كمون، ومن بعد قليتهم عادي نورمال في الزيت. والتتبيله هذه كنت درتها من الداخل. فوالا دركا باك حبيت نوريكم الكغاطا كيفاش جا. هذاك الفرماج شوفوا هنا زيما، شوفوا زيما يجي تعلق روحو. فوالا بليتو راح ندير لكم فوتو يعني كي نحطوها في البلا. هذا هو الفطور تاع اليوم، شاركتكم يعني بعض اللقطات. اقعدوا معايا باه نكملوا لا فيديو ان شاء الله في الصحة. الو هنا البنات، بعد ما كملنا الفطور وغسلنا الماء عن اليوم كيما قلت لكم ما لحقناش التحليه، رانا نديرو فيها حتى مفطرنا وخلصنا. رانا نديرو فيها اول حاجه كانت لا كوزين تاع
الراجل تاعي هي اللي يعطيها الصحة، كملتها كامل. انا واحد صليت شوفوا طلعت لا شونتيي، حطت الطبقة تاع الكاتو هذا اللي راكم تشوفوا فيه البيسكوي اللي ما كنخدم معاكم التحلية، ديجا خدمتها معاكم من قبل مي ما كانش عندي الفلون تاع البنان. درك رانا درناها كل شيء بنان في بنان، يعني المقادير تاعها كامله راهي بالبنان. حطينا طبقة تاع لا شونتيي ومن بعد طبقة تاع البنان، والكاتو كانت درته شمخته في ال في ال نو الاخر الشربات تاع البنان باه يجي الكو تاعو ثاني كلشي بنان كيما قلت لكم. ودركا راح نخدم لا جولي تاع البنان، نورمال كنت خدمتها معكم من قبل يعني بالفلون تاع الكراميل، دوك راح نخدمها بالفلون تاع البنان ونحطوها ان شاء الله تبرد في الفريجيدار حتى لوقت السهره. وهذه هي التحليه تاعنا بعد ما بردت، هاي ليكم خليناها في الفريجيدار حتى نحكمت روحها هذيك لا جولي تاع البنان. ريحتها راهي تهبل، نعت لكم القوام تاعها كيفاش يجي. فوالا هاي ليكم يجي الكاطو من تحت، ومن بعد تبقى تاع لا كريم جونتيي، ومن بعد البنان، بعد لا جولي تاع البنان. فريمون بنينه بزاف، نتمنى تجربوها واكيد راح تعجبكم. نخليكم صحة سحوركم، الى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفات جديدة. بقوا على خير.